طبعا. اه اه طيب بس دي قول الو نزلت. يا كابتن ايمن. الو، ازيك يا كابتن؟ الو، ازيك يا كابتن ايمن؟ الحمد لله. اخبارك يا كابتن؟ لازم تعرفه. ازيك يا حاج اشرف؟ لا اشرف. مين؟ طب قول له اي حاجه تانية، كلمه سر عشان يعرفك. هو في حد بيراوغ في المعسكرات غيري؟ في المعسكرات مين يبقى لعيب في النادي الاهلي؟ مين بقى؟ اقول لك حاجه تانية، بيلعب جنبك ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. طبعا تحياتي. ايه يا ابني انت نسيت صوتي يا ابني؟ هو في حد بيراوغ في المعسكرات اللي انا يا ابني؟ الصوت واطي يا ابني. خلي بقى كده كويس يا كابتن ياسر، تحياتي ليك وتحيات كابتن ايمن اشرف. تحياتي ليك يا كابتن اسامه والله، والكابتن ايمن طبعا حبيبي وحشني والله، بقالنا كتير ما اتقابلناش. خلي بالك ايمن ما عرفكش عشان بيلعب مدافع، لو كان بيلعب مهاجم كان لقطك على طول. لا ده ايمن دلوقتي متوقع انه ممكن في اي وقت يكون عادي جدا يعني. قول لنا بقى، وانت يعني بتلعب دايما جنب ايمن وفي تفاهم برضو ما بينكم ما شاء الله كبير ولعبتوا مباريات كتير، ايه اكتر حاجه بتميز ايمن اشرف وهو بيلعب جنبك يا كابتن ياسر؟ لا ايمن يا كابتن اسامه معايا من ايام سموحه، يعني احنا من ايام سموحه وكنا بنلعب في افريقيا برضو، كنا ببعض سواء بره او جوه، يعني كنا مع بعض على طول بنلعب جنب بعض، يعني ايمن في تفاهم كبير وقبل كوره خالص، يعني ايمن شخصيه محترمه وجميله والله، يعني ايمن بره الملعب حد كويس ابن حلال بمعنى صح. وما شاء الله عليك كمان الفترة دي أنت ما شاء الله متألق، وكان المعسكر يعني حسب معلوماتي المعسكر بتاع 26 معسكر 30 كان ياسر إبراهيم قريب الانضمام ليه، كان عندك فكرة عن المعلومة دي يا كابتن ياسر؟ والله انا سمعت يعني كلام كده بس ما اتاكدتش من حد من المعسكر نفسه كلمني، يعني ما حدش من المنتخب نفسه كلمني. انا كنت اتمناها والله، بس هو ايمن قال لي انت حظك وحش. ايمن قال لي انت ايوه حظك يا عم، كنت المعسكر هتروح نفسه وحش المنتخب. المنتخب، الدنيا باظت مش عارف اعمل ايه لا يعني. خلاص نخليك جنبنا شويه، بلاش المنتخب دلوقتي بقى. يا ابني اقعد في البيت عشان الكورونا يا ابني. كابتن ياسر، يعني اول ما ريني فايلر تولى قياده النادي الاهلي ما كانش ليك دور اساسي بشكل كبير، ما شاء الله بالاجتهاد وبالتعب وبالشغل دلوقتي موجود دلوقتي في دفاعات النادي الاهلي رقم واحد وبتقدم مباريات كبيره، تعليقك على اجتهادك وعودتك مره اخرى واثبات ذاتك مره اخرى في دفاعات النادي الاهلي يا كابتن ياسر؟ والله الحمد لله كابتن مسامة، ده من عند ربنا طبعا، الواحد اجتهد في التمرين طبعا، وغير كده وكده كنت بروح جيم دايما بالليل، كنت بتمرن، ما كنتش قاعد في البيت ولا ما بلعبش ليه والكلام ده، لا خالص والله انا كنت بتمرن دايما وما بتكلمش مع حد لحد ما جت لي الفرصه وربنا اكرمني فيها الحمد لله يعني. بعد عودة النشاط مرة أخرى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حلم للاعبي النادي الأهلي؟ طبعا طبعا طبعا، ده احنا قطعنا فيها مشوار كبير قوي وده حلمنا، اسال اي لعيب في النادي وايمن معاك، هو حتى كله بيتكلم عليها خلاص بعد ما عدينا كام ماتش سان داون، احنا خلاص يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي بتاعتنا باذن الله. يعني انت في سنه ما شاء الله اخدت بطوله دوري وسوبر صح؟ دوري وسوبر. يتبقى بطوله دوري ابطال افريقيا هي الحلم الكبير. افريقيا ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يكتب لنا كده يا رب على خير كده باذن الله. ان شاء الله يعني يعود النشاط الرياضي في العالم كله مره اخرى، ان شاء الله يعني تقدروا تحسموا او تقدروا تفرحوا جمهور النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه الغائبه بقالها فتره. كلمه اخيره منك يا كابتن ياسر للكابتن ايمن اشرف. لا يا كابتن ايمن اشرف لعيب كبير والله، بغض النظر عن اي حاجه هو يعني ده جوكر، الجوكر الكبير اللي في فتح يعني. ده في اي حته باك يلعب، محتاج يلعب ان شاء الله يعني، ربنا يكرمه ويوفقه يا رب كده ويبقى حاجه كبيره، اضافه كبيره للفرقه باذن الله. حبيبي يا ياسر، انت كمان من الشخصيات اللي انا بحبها من ايام ما كنا في سموحه. ابن حلال محترم، لعيب من احسن المساكين موجودين في مصر دلوقتي. نالك طبعا التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله، واتمنى طبعا لما يعود النشاط تاني ومعسكرات المنتخب اتمنى ان احنا نكون موجودين انا وانت في منتخب مصر ان شاء الله يا حبيبي باذن الله. شكرا يا كابتن ياسر وتحياتي ليك والتوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه. في يعني تفاعل كبير على هاشتاج اسال ايمن اشرف، وهنقول برضو الجزار بيقول للكابتن ايمن لاعب راجل وعنده روح الفانيلا الحمراء، وان شاء الله الروح دي هي اللي هتجيب افريقيا السنه دي. بقول لك تحياتي ليك محمد فهمي، بيقول تحياتي ليك يا كابتن اسامه وتحياتي ايضا للكابتن